السلام عليكم متتبعي قناة ايموبيلي السعيدية، مرحبا بكم في فيديو جديد معنا. اليوم نقدم لكم دي زابارتومون اللي زوينين وجايين في واحد الحي زوين في المدينة، اللي هو حي الوحدة، واحد الحي اللي كالم وقريب للبحر. كيف كتشوفوا في الخريطة هذا هو الموقع ديال الحي، حي الوحدة. هنا في كاين لي زابارتومون. وقبل ما نبداو هاد لا فيديو ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة باش ديما يوصلكم الجديد. كيف كتلاحظوا معنا حنا الان في الدخله ديال مدينه السعيديه، كنوريكم الطريق ديال لي زابارتومون. خليكم على فيديو باش تشوفوا الطريق ديال هاد لي زابارتومون. كيف كتشوفوا معنا هادو هما لي زابارتومون، عندنا ستة ديال لي زابارتومون، كاين جوج فريد شوسي، جوج بروميير، جوج دوزيام. يلاه السيمانة باش سالاو لا فينيسيون ديال لي زابارتومون. واحد الابارتومون في الدوزيام يلاه تباعد، باقي خمسة ديال لي زابارتومون هنا. بالنسبة للشكل ديال لي زابارتومون هما كاملين نفس الديزاين، وبالنسبة للميتراج فيهم 62 متر، فيهم دو شومبر، تواليت بوحدو، دوش بوحدو. بالنسبة للطريق للبحر راه صورت لكم من البلاصة ديال هاد لي زابارتومون حتى البحر، الطريق كاملة صورتها كاينة في التالي ديال لا فيديو، خليكم على فيديو تاع التالي غتشوفوا الطريق. ونخليكم تفرجوا على خاطركم، عندكم شي استفسار او عجبكم هاد لي زابارتومون يمكن لكم تتواصلوا معايا بالواتساب في الرقم اللي هو في لا فيديو لتحت.